أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي أن استمرار مملكة البحرين بتبوأ الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة أولى ووحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصل إلى هذه المكانة الرفيعة يعد إنجازا تاريخيا كبيرا ومهما. وأشار العبسي إلى أن هذا الإنجاز يمثل إقرارا دوليا بالدور والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة العمل وصون حقوق جميع الأطراف والتزامها بالمعايير الدولية في العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن سر نجاح المملكة يتمثل في حرصها خلال السنوات الماضية على بناء منظومة قانونية وحقوقية وإدارية متكاملة تعمل بها مختلف الأجهزة. وأثنى العبسي على دور الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ممثلة في وزارة الخارجية بإدارتها لملف حقوق الإنسان وتشكيلها للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تضم مختلف الجهات الحكومية المعنية. وشكر العبسي جهود وزارة الداخلية والنيابة العامة لدعم وترسيخ مبدأ حماية المجتمع ومحاسبة المذنبين، معربا كذلك عن تقديره لدور أعضاء اللجنة. ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت بالارتقاء بتصنيف المملكة إلى الفئة الأولى والحفاظ على هذا للعام الثاني على التوالي.